السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاتك يا عميلي، معكم ندى أحمد ودي قناة وين ندى الإيطالي أونلاين. النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح أونيتا 5 بعنوان فيست إي فياجي. فياجي يعني أعياد ورحلات. المرة اللي فاتت شرحنا درسين الجراماتيكا اللي في الأونيتا كلها، اللي هو فوتورو سيمبليتشي وفوتورو كومبوستو. اتأكدوا إن انتوا فاهمينهم كويس، واتأكدوا إن انتوا حليتوا عليهم الكومبيتو وحفظتوا الفيرب irregularly قبل ما نبدأ النهاردة، لأن الفيديو ده والفيديو اللي جاي يعتبر كلهم تطبيق لزمنين الفوتورو. قبل ما نبدأ عايزة أنوه على حاجة بسيطة. زي ما قلتلكم احنا هنبدأ ان احنا نحل امتحان تشيلز اونو، عشان احنا خلاص يعتبر خلصنا ليفلو بالذات من ناحية الجراماتيكا، لكن انا مش متأكدة قوي من الحصيلة اللغوية بتاعتكم عاملة ازاي. يعني لو انتم معتمدين على الكتاب بس ده في الحصيلة اللغوية، فللأسف هيكون عندنا مشكلة. ليه؟ لان في حاجات كتير دلوقتي المفروض ان احنا نكون عارفينها، زي ايام الاسبوع، شهور السنه، الفصول، التحيات، اسم الحيوانات، الخضروات، الفاكهه، الاكل بانواعه، يعني حاجات كتير كده، الالوان، الوظائف، الاماكن، اجزاء الجسم، صفات البني ادمين، اجزاء المنزل، واي حاجه ممكن تكون موجوده في الشقه. فيعني في حاجات كتير ومصطلحات كتير المفروض ان احنا نكون ملمين بيها دلوقتي، ما اعتقدش ان انتوا شغالين عليها في خط موازي لوحدكم. عشان كده جاء في دماغي ان احنا نعمل مثلا حاجه بعنوان تحدي العشر ايام لحفظ الفوكابولاريو بتاع الليفلو ا اون. بغض النظر ان هو اسم طويل جدا يعني، وان هو ممكن يكون لايم شويه، بس الفكره ان احنا في خلال 10 ايام من نزول الفيديو ده ان شاء الله ان احنا على البيج بتاعت القناة على فيسبوك، وهتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس، هنعمل ايه؟ هننزل كل يوم لمدة 10 ايام حاجة من الحاجات اللي انا قلتها دي. مثلا هنبدأ اول يوم باسامي الحيوانات، هجمع ماتيريال على قد ما اقدر، صور وحاجات لطيفة وانزلها، ونبدأ ان احنا نحفظها سوا، وتحاولوا مثلا تحطوها في جمل من عندكم في اي تامبو من اللي احنا اخدناهم، وتخلصوا تكتبوا مثلا في نيتو في كومنت، فبحيث ان انتوا تبدأوا تساعدوا بعض، اللي ناقصوا حاجة يشجع التاني، وهكذا لمدة 10 ايام. هننزل حاجات مختلفة بحيث ان احنا بعدها نكون تقريبا خلاص خلصنا كمان ونتاع ساي على القناة، بالتالي نبدأ ان احنا نشوف امتحانات ليفلو اونو واحنا مرتاحين. حتى لما نخلص ده مش هيكون كفايه ان احنا نكون قسمنا اونو، لان احنا لسه عندنا الاسكولتو وعندنا كمان الكونفرساسيوني. انا ما اقدرش ان انا اساعدكم في حاجه زي كده، لكن انتوا تقدروا ان انتوا تسجلوا لنفسكم وتبعتوا لي وانا اصحح. وللاسف محدش لسه عنده الجرأة ان هو يعمل الخطوه دي لحد دلوقتي، لكن انا تاني بشجعكم عليها وبقول لكم ان هي مهمه جدا. حاولوا تعملوها، وانا هحاول ان احنا نعمل حاجه على زوم كده لاكتر الناس يعني اللي بشوفهم بيحلوا الكمبيوتر وكده وبيسألوا وبيتابعوا على طول. لكن الأول نتأكد من خطوة الفوكابولاريو. طيب الأسكولتو نحله ازاي؟ طبعا ما تستكفوش بالأسكولتو بتاع الكتاب، ابدأوا ان انتوا اكتبوا على اليوتيوب أسكولتو إيطاليانو ليفيلو A1، سواء بقى إزامي تشيلز أو أي حاجة. في فيديوز كده بتكون إزامي تشيلز بتكون الأسكولتو بتاعها في فيديو، وتحت في لينكات كده فيها مواقع فيها الأسئلة بتاعة الأسكولتو ده، وكمان فيها الحل. فانتوا يعني هتقروا الأسئلة، تسمعوا الأسكولتو، تحلوا، وبعدين تصححوا نفسكم. الحاجات دي بتكون جميل جدا. دوروا على أسكولتو ليفلو A1، هيكون متوفر كتير جدا، لأن A1 من الليفلات اللي هي الماتيريال بتاعتها متوفرة. تمام، يبقى ما تستكفوش بالكتاب ده، ركزوا على العشر أيام اللي قلنا عليهم للفوكابولاريو. بعد كده اشتغلوا او في خط موازي اشتغلوا كمان على الاسكولتو، وبعدين في الاخر حاولوا ارجوكم ان انتوا توظفوا الكلام ده كله في كونفرساسيون. تمام، يلا نبدا. كومين شام. بير كومين شاري. لكي نبدا. دوفي اي كومي، اين وكيف بريفيريتي، تفضل تراسكوريري. هنا بتساوي passare، بس بتيجي اكتر مع الفاسته والفاكانسي، ان هو يقضي الحفله او يقضي يعني يقضي وقت بس طويل شويه، عيد، حفله، اجازه. vacanze طبعا اللي هي الرحلات والاجازات، feste اللي هي الاعياد او الحفلات، trascorrere قلنا زي passare. perché يبقى انتوا بتقضوا فين وازاي الحفلات والاعياد بتاعتكم وليه؟
وجايب لك بقى مجموعة صور. طبعا انت بقى تحاول انت تجاوب على السؤال ده. دوفي طبعا بتكتب بقى تشيتا او بايزي او مثلا كولاميا فاميليا whatever. بس طبعا لو هتكتب بايزي او ستاتو بمعنى دولة هتحط حرف الجر ان. لو هتقول مثلا في فينيسيا هتقول ا فينيسيا عشان هي تشيتا مش بايزي. مثلا كازا دي مي جينيتوري مثلا هيبقى الا كازا دي مي جينيتوري كل فاميليا اتشترا اتشترا. اظبط الجراماتيكا بتاع الكلام. كومي هتقول بقى انتوا بتعملوا ايه في الاجازات عامه. طبعا عشان دي زي ابيتودينا عاده هتعمل هتستخدم فيربو يعني تيمبو اللي هو البريزنت. بريزنت عادي ما تقولش ان احنا هنعمل كذا ولا ان احنا عملنا كذا، لا هو كل عيد بتحبوا تعملوا حاجات معينه فدي تندرج تحت الابيتودينا. اذا او كويني هنستخدم البريزنت. تمام. بيركي هتقول بقى بيركي مي بياتش مثلا جوانداري ايفين اي حاجه. حاولوا انتوا تجاوبوا على السؤال ده وتكتبوه برضه في الكومنتس. جايب لك بقى هنا صور كتير. هنا مثلا شارع كل فاميليا بيتعشى مع العيلة. هنا ده بونتي جسر ودي شكلها كده فينيسيا. هنا بقى الماري رقم 4 دي. وهنا بقى على العكس ان مونتانيا فاري شي مثلا تزحلق على الجليد وهكذا. ابدأوا ان انتوا ايه طبقوا على الموضوع ده. هنا بقى بيقول اسكولتاتي اونا بريما فولتا الديالوجو، اسمعوا الديالوجو لاول مره. ايه سمياتي، سمياتي اللي هو فيربو سمياري يعلم. لي تشيتا كي اوجو اي انجيلا بينسانو دي فيزيتاري، اللي البروتاغونيستي بتوع الديالوجو دول عايزين يزوروها يعني. تمام. فعندنا كذا تشيتا اهو. احنا هنسمع الديالوجو يعني هنطلع التشيتا اللي هم عايزين يزوروها ونعلم عليها. طيب نكمل وبعدين نبقى نسمع الديالوجو. Ascoltate nuovamente il dialogo e indicate quali affermazioni sono esatte. يعني طبعا علموا على الحاجات اللي اتذكرت في الايه في الاسكولتو. اول حاجه هنا quando Aldo e Ugo parlano è già Natale. لما Aldo و Ugo بيتكلموا è già Natale يعني already وصل النتالي. النتالي ده اللي هو الكريسماس او عيد الميلاد يعني already خلاص هم في عيد الميلاد وصل يعني اجا نتالي. اوجو فارا ان فياجو دا سولو، الشخص اللي اسمه اوجو هيعمل رحلة او هيسافر في رحلة لوحده. Aldo passerà le feste lontano da Stefania. Aldo هيقضي العيد بعيد عن ستيفانيا. Ugo e Angela a Capodanno. Capodanno بقى ده اللي هو راس السنة. Capodanno ده المفروض ان هو كان الأو يعني الكلمة الأصلية capo رأس di anno فاختصارها في كلمة واحدة Capodanno. Saranno in Italia هيكونوا في إيطاليا. فاحنا هنسمع الديالوجو هنفصصه سوا هنحل الحاجات اللي هنا وبعدين هنرجع نقراه من تحت. تمام. بس ما تنزلوش على طول تبصوا على الكلام المكتوب. اسمعوا وشوفوا انتوا بتفهموا الحاجات من غير ما يكون ليها نص مكتوب ولا لا، لان لو انتوا ما بتفهموش على الاقل 60% منها فاعرفوا ان انتوا في مشكله. Unità 5 Feste e viaggi. Per cominciare 2 E per Natale avete già deciso qualcosa? No, ancora no. Voi invece? Noi quest'anno faremo un viaggio. Ho già prenotato tutto, ma Angela non sa ancora niente. Ah, che bella sorpresa! E dove andrete? Dunque, partiremo in aereo il 22 dicembre per Madrid e il 26 andremo in treno in Portogallo, a Lisbona. Poi, a Capodanno, saremo a Parigi per altri 3 giorni. E torneremo il 4 gennaio con un treno ad alta velocità. Però, ma voi farete quasi il giro d'Europa. Costerà un bel po', immagino. Eh sì, anche se, per fortuna, ho trovato un'offerta interessante sul sito di Trenitalia. E voi? Andrete da qualche parte? Anche noi all'inizio abbiamo pensato di andare a Zurigo per 2 o 3 giorni. Però poi Stefania ha deciso di andare a Venezia dai suoi genitori. E tornerà dopo Capodanno.
E l'ultimo dell'anno? Non lo so, forse verranno a casa degli amici, oppure andremo a festeggiare in qualche bel posto. Vedremo. Comunque, buone feste e buon viaggio. Grazie, Aldo. Buon Natale e buon anno anche a voi. أتمنى يعني تكونوا فهمتوا معظم الكلام. هو طبعا معظم الحاجات دي اتذكرت تقريبا ما عدا الاسبونة او مش عارفة تتنطق الاسبونة. لكن خلي بالكم ان هو سأل اوجو واندينا، ما سألش على ستيفانيا والشخص التاني. تمام؟ طيب نقرا بقى الديالوجو ونفصصه واحدة واحدة كده ونشوف معناه، ومن الديالوجو المكتوب تتأكدوا انتوا حلتوا صح ولا لا. Leggete e ascoltate il testo per confermare le vostre risposte عشان تتأكدوا من إجاباتكم all'attività precedente l'attività stock عكس precedente seguente. È per Natale، هعمل هنا punti كده علشان يعني واضح إنهم كانوا بيتكلموا وده حديث مقتطع يعني. È per Natale وبالنسبة للنتالي أو بالنسبة لعيد الميلاد أو الكريسماس avete già deciso qualcosa. Avete deciso da passato prossimo متصرف طبعا مع voi يعني هل انتم قررتم تعملوا حاجة معينة يعني qualcosa قررتوا حاجة يعني جا قلنا ده بالفعل هل انتم بالفعل خلاص قررتم طبعا deciso ده il participio passato بتاع decidere no ancora no لا لسه يعني لسه لا لسه ما خدناش قرار voi invece انتم بقى على عكسنا قررتوا يعني Noi quest'anno faremo un viaggio. احنا هذا العام faremo il futuro بتاع verbo fare سنفعل un viaggio سنقوم برحلة. Ho già prenotato. Prenotato من verbo prenotare يعني يحجز. يحجز مثلا في فندق يحجز رحلة أي حاجة. الحجز نفسه اسمه prenotazione. الديالوجو بينك وبين الريسبشنست مثلا او الشخص يعني اللي انت هتحجز معاه ده من مواضيع المحادثه المهمه اللي بتتشرح مثلا في ليفيلو بيونو بيدور تمام ممكن تدوروا عليها ماليه اليوتيوب يعني تبداوا انتوا تدربوا عليها تمام يبقى prenotazione حجز prenotare يحجز ho già prenotato tutto انا بالفعل حجزت كل حاجه مع انجيلا Non sa ancora niente. بس أنجلا لسه ما تعرفش أي حاجة. Niente ولا شيء. Sa lo verbo sapere تعرف. طبعا بقى يعني خلاص احنا كبرنا مش هنقعد نتكلم في الايه في الverb irregolare بتاعة present. المفروض كلنا حفظناهم صم. Ah, che bella sorpresa. قلنا لما نقول che وصفة كده واللي هو punto esclamativo علامة التعجب ده بيبقى أسلوب تعجب. يا لها من مفاجأة رائعة. أو جميلة. سوربريزة مفاجأة. E dove andrete? أين ستذهبون؟ ده برضو andare all'infinito. Al futuro. Dunque, ده قلنا زي إيه raccontare كده ولسه يبدأ يحكي له فها. إذن هبدأ بحكي له. Partiremo. Verb partire nel futuro. In aereo. هنا حطينا قبل وسيط المصوت in. ما ننساش بقى للpreposizioni. Il 22 dicembre برضو ما ننساش ان احنا التاريخ بقى كان ليه اشكال معينة حاجة بتاخد ان حاجة بتاخد حاجة بتاخد نال حاجة بتاخد دل حاجة بتاخد ال هنا عشان الرقم بتاع اليوم قبل الشهر موجود فحطينا ال 22 dicembre يوم 22 ديسمبر بير مدريد لان هما هيرحلوا الى مدريد عشان كده حطينا بير ما قلناش مثلا مدريد دي تشيتا فنحط لا نركز الفيربو اللي عندي اصلا ايه partire بياخد يا اما بير يا اما ده e il 26 andremo in treno in Portogallo يوم بقى 26 هنروح بواسطة القطار الى البرتغال البرتغال طبعا paese حط in طب ليه ما قالش بير لانه ما مستخدمش هنا partire مستخدم andare هنا كان partire a Lisbona او لسبونة مش فاكرة منطقها ازاي المهم ان دي مدينة او تشتا اخدنا preposizione a poi a capodanno بعد كده بقى في راس السنة خلاحظوا بقى ان استخدم poi دخلنا في الجزء بتاع raccontare ان احنا نحكي a capodanno saremo a parigi هنكون في باريس per altri tre giorni لمدة 3 ايام اخرين e torneremo il 4 gennaio يوم 4 يناير con un treno بواسطة قطار يبقى هنا مرة قلنا
vosotros que torna in treno o marronna con un treno وسائل المواصلات عامة كلها بتاخد يا إما in من غير articolo يا إما con و articolo ملهاش علاقة بالفيربو اللي هي جاية معانا ad alta velocità ad alta velocità velocità اللي هي السرعة alta عالية ad alta velocità يعني قطار ذو سرعة عالية قطار سريع يعني però بمعنى يعني لكن او برضو بيكمل حكي ما voi farete quasi il giro d'Europa يعني لكن انتو كده او بس انتو كده هتعملوا il giro d'Europa يعني جولة حول اوروبا جولة في اوروبا كلها يعني quasi تقريبا يعني انتو تقريبا كده هتلفوا اوروبا كلها costerà un bel po كده هتتكلف كتير طبعا costerà متصرف مع الثالثة بيرسونا علشان الرحلة أو الجيرو دي هي اللي هتكلف مش أنا اللي هكلف الرحلة دي ولا أنت اللي هتكلف الفلوس دي الرحلة هي اللي هتكلف عشان كده متصرف مع الثالثة بيرسونا أنا يعني مش عارفة أنتوا كنت الحاجات دي تشغل دماغكم ولا لأ بس أنا بقولها احتياطي أم بالبو على بعضها كده يعني إيه زي ما بنقول بالعربي كده شوية حلوين هتكلفكم شوية حلوين إيمادينو أتخيل زي ما كنا بنقول قبل كده المينو كريدو او على الاقل هذا ما اعتقده يعني ده شكلها كده هتكلفكم حبه حلوين سي انكي سي بالرغم من بير فورتونا لحسن الحظ برضو ده لطيف كده احفظوه على بعضه لو عايزين تفهموا في اي حاجه او تروفاتو وجدت اون اوفيرتا عرض انترسانت عرض كده ايه يعني محمس او مثير للحماسه سول سيتو دي sul sito خلي بالنا من البريبوزيسيوني هنا بريبوزيسيوني ارتيكولات في موقع اسمه ترين ايطاليا هو واضح ان ده عبارة عن قطارات ايطاليا بس هو ده اسم الموقع يعني عشان كده تلاقي اول حرف مايوسكول sul sito di Trenitalia e voi andrete da qualche parte da qualche parte على بعضها احفظوها واحفظوا حرف الجر بتاعها يعني هتروح في اي حتة اي حته دي ده كوالكي بارك مثلا حد بيسال مثلا مش هلاقي مثلا هنا اي كشك في اي حته هنا هل هعرف اوقف تاكسي في اي حته هنا المصطلح ده على بعضه ده كوالكي بارك عشان انا بقول لكم كده عشان انا غلطت فيها قريب في امتحان اونلاين كده بتاع تحليل مستوى ف يعني بلفت نظركم اندريتي طبعا انداري مع فوي في الفطور هتروح في اي حته انكي نوي احنا كمان all'inizio في البدايه abbiamo pensato di فكرنا في pensare بياخد preposizione di فكرنا في andare a Zurigo فكرنا ان احنا نروح مدينة Zurigo per due o tre giorni لمدة تلات يومين او تلاتة برضو خلي بالكو لمدة كذا per però لكن poi بعد كده يعني بعد ما كنا بنفكر كده اللي حصل ستيفانيا deciso di قررت برضو decidere بياخد دي andare a Venezia قررت ان هي تروح فينيسيا dai suoi genitori برضو نلاحظ حرف الجر ان هي عايزه تروح عند ابها عند تبقى dai دايما prepositione articolata e tornerà وستعود dopo capodanno وهترجع بعد راس السنه e l'ultimo dell'anno l'ultimo dell'anno ده هو اكيد ما اقصدش ان انتوا بقيت السنه هتقعدوها فين بس اللي هو يعني هي هتيجي بعد دروس السنة يقصد بقى اليومين اللي بعديها يعني non lo so مش عارف forse verranno a casa degli amici forse verranno verranno ده متصرف مع loro فأنا مش عارفة هو يقصد يعني ستيفانيا والجينيتوري بتوعها مش عارفة a casa degli amici لمنزل الأصدقاء oppure أو andremo a festeggiare هنروح لكي نحتفل يبقى فيستا الحفلة festeggiare يحتفل in qualche bel posto خلي بالكم من posto أخدت preposizione in في أي مكان جميل احفظوها على بعضها in qualche bel posto vedremo هنشوف تمام يبقى هو ترجمتها كده زي ما احنا بنقول عربي هنشوف هو برضه vedremo comunque على أي حال buone feste e buon viaggio يبقى دي الطريقة اللي تتمنى بيها الحد رحلة سعيدة أو حفلة سعيدة buone feste e buon viaggio
Buon viaggio, quello مشهور قوي يعني. Grazie Aldo, شكرا Aldo, buon Natale e buon anno anche a voi. Anche a voi يعني ليكم انتو كمان. يبقى هو بيهني buon Natale, اللي هو Merry Christmas, و buon anno anche a voi. سنة سعيدة عليكم انتو كمان. Leggete e sottolineate. Ero و حطوا خط. Lavorate in coppia, assumete i ruoli di Ugo e Aldo. على فكرة الجزء ده مهم محدش يستهون بيه. لو انت مش بتذاكر مع زميلك او صاحبك سجل لنفسك ريكوردات وانت بتقرأ وارجع اسمع نفسك وانت بتقرأ وقارنه بالاسكولتو عشان تشتغل على الاكسنت بتاعتك وتشتغل على الفوناتيكا بتاعتك. Leggete il dialogo. Poi sottolineate nel testo i verbi che secondo voi hanno la stessa forma di farete o faremo. طبعا هنا بيقول لك يعني طلع لي الverbi nel futuro. Che cosa indicano? بيشيروا ليه. عساس انت اللي هتخمن القاعدة يعني. Rispondete alle domande. Che cosa faranno Ugo e Angela a Natale? شوف بقى هما يعني قول بقى شوف بقى الأفعال اللي هو استخدمه في القطعة والمهم ان انت تحطها في الفوتورو. وتصرفها مع لورو. وجو أنجلا مثلا بارتيرانو بير كذا. يعني مش هزول دماغي بقى بحاجة الديالوج دي بصراحة. ركزوا انتوا فيه. Cos'è cambiato? ايه اللي اتغير؟ nei programmi iniziali di Aldo. ايه اللي اتغير في الخطط المبدئية بتاعت Aldo؟ هتقول بقى ان هو كان الاول هيروحوا سوري مش البلد اللي بتبدأ بالسيتا دي. وبعدين فلانة هتروح كازا دي جينيتوري ف بلا بلا بلا. بس يعني ايه؟ هما الأول كانوا مقررين كذا فده في الماضي لكن بعد كده هيعملوا كذا ده بقى هيبقى في الفوتور. صرفوا الحاجات صح واكتبوا لي الحل في الكومنتس. كوزا فرا Aldo e a capodanno Aldo هيعمل ايه في راس السنة. كي كوزا عبورة Ugo e ad Aldo. Ugo بيهنئ Aldo بايه؟ عبورة او augurare فلان a فلان. تمام ركزوا في الصيغة دي augurare يهنئ. عشان كده مثلا في اعياد الميلاد او كده او تهانينا عامة تبقى اوجوري تلاقي مثلا عيد ميلادك وكده. ولو انت ليك صديق ايطالي او صديقة ايطالية يعني مثلا صاحبك يكتب لك بوست فيه 500,000 كلمة تلاقي بقى بوست من حد ايطالي كده فيه اوجوري بس كده. المهم كل الحاجات دي حلوها واكتبها لي في الكومنتس وصححها. Completate il dialogo tra Ugo e Angela con i verbi dati. Sai, عارف ho incontrato Aldo oggi. انا قابلت Aldo oggi. كويس ان هو جاب الموضوع ده في الكرتون في حاجه مهمه جدا. عاده انا لما بشتغل شرح الكتاب ده مع طلبه بعد ما بنقرا يعني بنقرا الديالوجو او عامه بناخد اي حاجه فيها كلام كتير بقول لهم مثلا اختصروا لي الكلام ده كله كي كوزا اي كابيتو ده الديالوجو. اللي بلاحظه ان هما بيعملوا ايه بيقولوا الكلام معقد يعني هما الكلام طبعا بيجي في دماغهم الاول بالعربي فهنا نقعد نقول بقى Aldo سأل فلان هيعمل ايه في كذا وبعدين يعني مثلا ايام لما كنا اللي هو ordinare in ristorante فلان سأل فلان هتاخد ايه وبعدين هي ردت وقالت في كذا دخل نفسه في الديسكورسو ديريتو وانديريتو وهو لسه ما اشتغلش في الجراماتيك في الجراماتيكا خالص غير البريزنت والباستاتو بروستيمو. الشاهد من الموضوع ان انتوا حاولوا بعد كل حاجة مكتوبة او كل حاجة فيها كلام كتير تلخصوها بان انتوا تقولوا تسألوا نفسكم سؤال كي كوزا اي كابيتو دال ديالجو او دال اي حاجة. تبدأ ان انت تكون جمل بسيطة بالعربي على قد الجراماتيكا بتاعتك بالايطالي. يعني فلان وفلانة قاعدين في المطعم نقطة. فلان هيطلب كذا وكذا وكذا نقطة. فلان هتطلب كذا وكذا وكذا فلان وفلانة هيشكروا الويتر وهيبدأوا يأكلوا بس. ما تقعدش بقى تكتب لي عريضة طويلة تخليك تستخدم جراماتيكا انت لسه ما اخدتهاش ومش هتاخدها قبل الليفل بيونو مثلا. تمام بس فالحاجة انا عايز اقولها ان واحد اعمل ريستونتو او اختصار لكل حاجة انت بتشوفها وعود نفسك ان انت تكتب. تاني حاجة وانت بتكتب استخدم جمل بسيطة ما تعقدش الدنيا عليك ولو في كلمة مش عارفها ترجمها واستفيد بيها ما تحصرش نفسك في الكلمات بتاعتك. ساعة
Sai, ho incontrato Aldo oggi. Taras, ana abito النهارده Aldo. Ah, come sta? عامل ايه? Stefania? برضو Stefania عامله ايه يعني? Che cosa a Natale? هيعملوا ايه في ال في ال في الكريسماس يعني? يبقى نقول che احنا عندنا اصلا هنا اختيارات فهيبقى che faranno عشان far مع loro في الفوتورو. هيعملوا ايه في Natale? Stefania casa a Venezia e lui casa qui da solo. هاي مثلا يقول ان ستيفانيا هتروح فينيسيا وهو هيفضل لوحده. طيب نشوف هنا le scelte. Andrà o resterà? Stefania andrà a Venezia e lui resterà, nel verbo restare, sarebbe qui, hine, da solo, بمفرد. Allora, forse potete uscire insieme qualche sera. يعني, إذن, ربما تقدروا تخرجوا مع بعض في أي مساء. Ma noi, amore mio, لكن احنا يا حبيبي او يا حبيبتي, هنا اوجو بيقول كده يبقى يا حبيبتي, نخلي بالنا ان هو يا حبيبتي بس برضه ميو, لان اماري اصلا مسكيله, فهو ميو دي عايده على اماري مش عايده على انجلا. هي انجلا هي الاماري, ايوه, بس اماري برضه بنحكي بجمباتيكا مسكيله. طيب نون كذا كوي, مثلا نون فاريمو كوي, مش هنعمل كده, تمام؟ فاريمو, وبرضو بالتاني بأكد لكم الملخص اللي هي فاريمو مش فاريمو, مش دوبيا ام, مفيش اي حاجة في الفطورة فيها دوبيا ام معنون. نون فاريمو كوي, ولا اصلا ايه, طب نكمل. نوي كوستانو, هذا العام, اون بيل فياجو ان اوروبا, نوي فاريمو. طيب فاريمو هنا مع نوي كوستانو فاريمو اون بيل فياجو ان اوروبا. هنا بقى ساريمو, يبقى هي كانت بتقول له يبقى احنا خلاص بقى طالما هو هيبقى موجود هنا في الكابودان ونخرج معاه او انتوا تخرجوا سوا في اي وقت. فهو بقى بيقول لها احنا مش هنكون هنا, نو ساريمو كوي, noi quest'anno faremo un bel viaggio in Europa. Ho già prenotato tutto, حجزت كل حاجه, كذا كذا ديسمبر, prenderemo l'aereo, هناخد او هنستقل الطياره الى اسبانيا. وخلي بالنا اسبانيا دي ستاتو او بايز, بتاخد ارتيكول ديترميناتيفو عادي جدا, مش بس عادي, ده هو المفروض اصلا اي بايز ياخد ارتيكول ديترميناتيفو, لكن لو تشيتا لا. يوم 26 كذا ان بورتوغالو, اندريمو, اعتقد اندريمو ان بورتوغالو, ان ترينو بير اسر ان فرنسا, عشان نكون في فرنسا في الكابودانو. خلي بالنا برضو ان الكابودانو بتاخد ا, وناتالي كانت بتاخد ا برضو. هنا هي eh, che bella sorpresa. Rai, che basta, non farà accanto di? Certo, amore, come no? Sveila, يعني, bellissima, bellissima, عايدة على sorpresa, عشان كده femminile. Solo che, il مشكلة بس, يعني, a Natale viene mia madre per una settimana. في il Christmas هتيجي مامتي لمدة اسبوع. Ha già fatto i biglietti. Fare i biglietti على بعضها, يعني, تحجز التذاكر. نلاحظ انه مستخدمش prenotare i biglietti, لا, الاسبرسيون على بعض كده fare i biglietti, يحجز التذكرة, تمام؟ يعني بغض النظر بقى عن المفاجأة الجامدة اللي هي عاملاها دي, نكمل. ده بقى اللي انا كنت اسأل لكم عليه. raccontate brevemente, brevemente باختصار, يعني 40 او 50 parole, come passeranno le feste le due coppie, coppia اللي هو couple, الاثنين كابل اللي معانا هيقضوا العيد ازاي. اكتبوا يا جماعة, اكتبوا 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 واصحح لكم, اكتبوا واصحح لكم, عايزين تكتبوا في كومنت, تمام, عايزين تكتبوا في ورقة وتصوروها وتنزليها على وتنزلوها في بوست على جروب وصححها برده, تمام, اكتبوا اكتبوا اكتبوا. هتتصدموا في امتحان تشيلز اللي احنا هنحله سوا ان انتوا في مهارات كتير فايتاكم لو انتوا ما عرفتوش تنطقوا عليها. دخلنا بقى في الصفحتين اللي احنا خلاص شرحناهم. سكيب 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 سكيب. تمام. ان ترينو lavorate in coppia, guardate le foto e immaginate il significato di queste parole. اشتغلوا مع بعض ويبصوا على الصور ويخمنوا
أو تخيلوا إيه سينيفيكاتو معنى دي كوست بارولي الكلمات دي بليتريا لاحظوا إن شاء الله كلمة بليتو كلمة كنترولو passeggero binario نبص كده على الصور ولا نقرا الأول ascoltate e abbinate i brani alle foto يعني اسمعوا ووصلوا brani اللي هي الفقرات بالصور abbinare casa a casa attenzione c'è una foto in più fissura in più يعني زيادة عندنا هنا ناس واقفة في مكان كده بيحجزوا التيكتس طبيعي بقى ان احنا نسمي ان دي ايه البيليتريا اي حاجه بتبقى اخرها اريا كده بتكون مكان زي بيتزاريا تفكيريا كده يعني واضح ان دي البيليتريا هنا ده الامبياجاتو الموظف الانترينو بيفحص التيكتس فده هيكون الايه الكنترولو كنترولو ده اللي هو ايه كنترول يعني تحكم او كده هنا بقى اتنين قاعدين في ترينو عادي وهنا دول في ترينو برضو مش عارفه هم عايزين ايه يعني ودي بقى ستاتسيون ديال ترينو اصلا ليه ما قلناش فيرماتا عشان فيرماتا للاوتوبوس لكن ستاتسيون هي اللي بتكون كبيره كده وده ناس بتفتش مثلا برا القطر يعني نقول صوت طيب نطلع بقى نسمع الديالوجو هي دي البراني اهي لا بلاش نحرق دلوقتي نطلع نسمع الديالوجو ونوصل الصوت يعني بص نسمع الديالوجو كده واحنا واصلين على الصور وبعدين نبقى نوصل الصور بالحاجات اللي تحت البراني اللي تحت unità 5 B2 1 Scusi, signorina, questa è la seconda classe, vero? Sì, è la seconda. Grazie mille. 2. Biglietti, prego. Ecco. Grazie. 3. Scusi, questo è il treno per Firenze, vero? Sì, signora, è questo. Grazie. 4. A che ora parte il prossimo treno per Firenze? C'è l'Intercity fra 20 minuti e l'Eurostar alle 4. Allora, un biglietto per l'Intercity. Andata e ritorno? No, solo andata. Quant'è? Con il supplemento sono 21,95 €. 5. Attenzione, l'Intercity 703 per Firenze, Bologna, Milano è in arrivo al binario 8. Anziché al binario 12. طيب ننزل بقى الاول كان في كلمات هنا احنا ما خدناش المعنى بتاعها بليتريا قلنا المكان اللي بتحجز فيه البلياتي يبقى ممكن نقولها بالايطالي ازاي il او la bigliettería è dove si fa i biglietti si fa يعني هو يعني الverb اللي حصلنا له او الاسبريسيون اللي هو fare i biglietti نحجز التذكرة هنصرف الverb هيبقى fa بس احنا عايزين نخليه في المبني المجهول حاجة بس دخلنا هنفضل قدام شوية تبقى si fa حيث تحجز التذاكر تمام حاولوا انتوا تبدأوا بقى تكلموا بالإيطالي controllo اللي هو التحكم او التفتيش passeggero راكب binario اللي هو السكة الحديد تمام الصوره اللي فيها سكه الحديد دي الحديد ده نفسه كده اسمه بيناري طيب سمعنا الاسكولتو بالمناسبه لو انتوا حاسين الاسكولتو عايزين تشتغلوا في حاجه تانية في كتاب اسمه بريمو اسكولتو هو اصلا غالي يعني هو صغير وملون كده ولطيف ومع السي بتاعه كان ب 150 جنيه او 200 حاجه زي كده ايام ما كنت في الطالبه يعني واشتريته ومكاتب اللغات هي اللي بتبيعه لو ما عرفتوش توصلوا له هو الحمد لله موجود على النت وموجود الاسكولتو بتاعه بس هو بقى ايه البي دي اف بتاعه ابيض واسود كده مش لطيف لو ما عرفتوش تشتروه مش هحكم بالبي دي اف هتبداوا ان انتوا تسمعوا الاسكولتو بتاع كل درس وتحلوا يعني تشوفوا بقى الصور وبتختاروا كده زي ما بنعمل هنا كده بتوصلوا البرانو
ب بالصوره بس البرانو بقى بيكون مسموع مش مكتوب. ولو دعبستوا شويه كمان ممكن تلاقوا الكيابي بتاعته كمان الحلول بتاعته في بي دي اف تاني. الحل والتستو اصلا التستو اللي انتوا بتسمعوه في الاسكولتو هتلاقوه بقى مكتوب عشان تبداوا ان انتوا تجمعوا بقى الكلمات اللي انتوا مش عارفينها والحاجات دي كلها. فانا شخصيا بذاكر من الجزء التاني بتاعه اللي هو بتاع ريفيلو بيونو بيدور وهو كده صعب بصراحه لكن لازم عشان الاسكولتو يعني ودانكم بقى تشتغل مع اللغه. طيب adesso الان leggete i testi اقروا النصوص دي وconfermate le vostre risposte. scusi signorina, signorina اللي هو تصغير signora يعني انستي يعني questa è la seconda classe vero. seconda classe اللي هي مش فاكره بالانجلش كانت ايه اللي هو first class و second class تقريبا اللي هو الدرجه الاولى والثانيه يعني. في القطر كده بيكون فيه الحاجات دي vero sì è la seconda بهنا كلاسي بمعنى طبقة طبقة اجتماعية او التذكرة الطبقة الاجتماعية التانية حاجة زي كده مش عارفة معناها بالعربي ايه قوي لكن هي مش فصل يعني فيرو صح سي اي لا سيكوند ايوه هي التانية جراسيا ميل بلياتي بريجو يعني ها فين التذاكر بقى بعد اذنكم بريجو دي اللي هو من فضلكم هاتوا التذاكر يعني مش هنقول بقى بير فابوري اكو اهي. فلما انا انزل لكم مثلا بوست واقول لكم ecco il video della spiegazione مثلا della unità 5 مثلا تمام ecco ها هو ونهايته ما تتغيرش يعني لو هو حاجه سمينه مش هقول ecco مثلا لا هي ده ecco grazie scusi questo è il treno per Firenze vero le onna per ما قلناش مثلا دي يعني احنا واخدين حرف الجر دي للتخصيص والاضافه فاحنا عايزين نقول تخصيص القطر لفلورنسا لا خلي بالكم بالمناسبة فيرنسا اللي هي فلورنسا جوه ايطاليا فرنسا اللي هي فرنسا. طيب هنا مش تخصيص واضافة هو مفيش حاجة اسمها القطار الخاص بمدينة فيرنسا لا هو القطار اللي هيرحل الى فيرنسا عشان كده قلنا بير فيرو صحيح سي سينيورا ايوه يا سينيورا معاك حق ايوه فعلا هو ده اكوستو هو ده جراتسي. A che ora parte il prossimo treno per Firenze? في أي وقت يرحل؟ هنا بقى ليه ما استخدمناش الفوتور؟ دي حاجة لطيفة ان احنا نتعلمها الحاجات اللي هي ذات مواعيد ثابتة اللي هو انا بشتغل من كذا كذا المدير بيجي كل يوم الساعة كذا القطر كل يوم بيتحرك الساعة كذا الاوتوبيس بيعدي هنا كل يوم الساعة كذا الحاجات دي كلها بتندرج برضو تحت الابيتودين وبتاخد بريزنتي. لكن مثلا لو قلتلك القطر هيجي كمان 10 دقايق هنا ممكن نستخدم الايه الفوتور ممكن لكن المواعيد والحاجات الثابته دي او بمعنى اصح الاوراريو بنستخدم له البريزنت. يبقى القطر الجاي القطر اللي رايح لفرنسا هيجي امتى تشال انترسيتي انترسيتي ده اسم القطر انترسيتي ده اللي هو بمعنى جوه المدينه يعني ما بيطلعش بين المحافظات او العكس والله مش عايزه افهم يعني c'è يوجد الانترسيتي فرا 20 minuti انترسيتي ده بين المدن تمام فرا 20 minuti هيجي في خلال 20 دقيقه ا لايروستور لا لايروستار ده اسم القطر برده alle 4 allora اذا un biglietto per l'intercity هحجز تذكره هي طبعا ايه تقصد مثلا فاتشو ام بليتو بس اختصار ام عايزه تذكره للانترسيتي انداتا اي ريتورنو انداتا اي ريتورنو ذهاب وعوده انداتا ذهاب ريتورنو عوده نو سولو انداتا لا ذهاب فقط كوانتي دي اللي هي كوانتو اي وشلنا الاو حطينا ابوستروفو علشان اتنين فوكالي ورا بعض بتساوي بالظبط كوانتو كوستا يعني هيكلف قد ايه او بكام بقى التذكره دي كنت من فتره كده بصيت لقيت حد كده من الحاجات دي بقى لما تسال حد يعني لما تسال عن سعر حاجه فعليا بقى في الديالتو او في ايطاليا فعلا بيقولوا كومي فيني تقريبا او كوانتو فيني حاجه زي كده ما بيقولوش ترجمه الحرفيه اللي هي كام تكلف حاجه هذا يعني تبقى بكام تبقى كومي فيني او كوانتو فيني مش متاكده. المهم كون il supplemento sono 21 euro e
95 centesimi. Centesimi دي اللي هو العملة الأصغر من اليورو. فكون السوبلمنتو بكل التكاليف، يعني مش عارفة بقى مثلا رحلة شاملة أو تذكرة شاملة الأكل مثلا شكل شاملة حاجة كده في حجز القطر يعني هتكلف كذا. تمام، سونو عشان هم عادي على الايه، على الايرو وعلى الشنتيزمي، فهم جمع فهتبقى الاورو. هنا attenzione l'intercity 703 per Firenze Colonia Milano è in arrivo. È in arrivo يعني على وصول. al binario، قلنا binario اللي هو سكة الحديد 8 يعني في سكة الحديد رقم 8 anziché al binario 12 anziché يعني بدلا مني. تمام، يبقى يا جماعة attention please القطر اللي اسمه intercity اللي هو رقم كذا وبيتنقل بين كذا وكذا على وصول في المحطة رقم 8 بدل 12. اوكي، طيب عندنا هنا دو ايزرشيتسي سهلين، هنكمل بنفس الطريقة دي اللي احنا اتكلمنا عنها في يعني عن السفر وكده. الأول في ده مقلناهوش. لابوراتي ان كوبيا ستولينياتي ان الديالوجي، في الديالوجي بريتنت السابق الحوارات السابقة هتعملوا ايه؟ هتستولينياتي باروله فرازي اوتيلي اللي هم مفيدين per viaggiare in treno، يعني هتخططوا تحت المصطلحات المفيدة في الكونفرساسيون بتاعت viaggiare in treno. هنا بقى هتكملوا الميني ديالوج بسيطة جدا ما فيهاش حاجة. ناخد كده ad esempio un biglietto per Venezia per favore، تذكرة لفينيسيا لو سمحتي. هنا هتسألها سؤال فنبص على الإجابة نلاقيها no solo andata، ذهاب فقط. يبقى احنا بتسألها ذهاب ولا عودة؟ ذهاب وعودة، فهتقول لها مثلا andata e ritorno، فهتقول لها no solo andata. quante عاملة كام التذكرة؟ هنقول مثلا sono وأي رقم بقى، مثلا sono 20 euro e 20 centesimi. برضو نريد أقول لكم على حاجة، إن لو تلاحظ التمييز كان في centesimi جمع ما قالش centesimo، لكن mentre invece مع euro ما جمعش كلمة euro، فهي euro ما تتجمعش خالص حتى لو هي جمع. هتكملوا بقى بنفس الطريقة. والإزرشيت نمرة 3 ده برضو مهم جدا، أنا عارفة انتم مش هتعملوه أو جزء كبير جدا جدا ممكن مش هعملوه، بس أنا برضو هقول لكم اعملوه لأنه فعلا مهم، وبرضو اللي هيكتبوا في أي حتة هصحح له عادي. sei alla stazione di Firenze، أنت في محطة فلورنسا. E vuoi تريد prendere il prossimo treno per Roma، عايز تاخد القطر الجاي اللي رايح روما. chiedi all'impiegato impiegato يعني موظف، اطلب من الموظف. هنا ناخد بالنا chiedere a اسأل او اطلب من الموظف della biglietteria
اللي في مكان حجز التذاكر بي اللي هو بقى هيكون بي يعني حد هيعمل الكلاينت وحد هيعمل الانتي بتاعته كده يبقى انفورماسيوني سولوراديو هتسال عن المواعيد البريتسو البيراريو اتشترا فانت هتقول له هو الترجمه بقى بالعربي هتساله بالظبط مثلا القطر اللي جاي اللي رايح روما هيجي امتى وعلى انهي بيناريو وهيكلف قد ايه التذكره وبعدين بقى تقول له ايه ممكن يكتب الفوار وهو يسالك برضه ذهاب وعوده فانت تقول له ترد عليه زي ما انت عايز infine في النهايه باغي البليتو ادفع بقى سعر التذكره ايرين جراتسي واشكره الشخص الثاني هيعمل الامبيجاتو ساي الامبيجاتو ديلا بليتريا لل يعني موظف التذاكر دي موظف حجز التذاكر ديفي ريسبوندري على توتي لي دوماندي المفروض ان انت ترد على كل الاسئله بتاعه الشخص A اللي هو كليانت puoi consultare la mappa consultare يعني تشيره بشأن الخريطة بتاعة لا هنا انت تستشير الخريطة بتاعة باجينا 26 اللي كان فيها الريجوني ديتاليا ممكن انت ترجع لها لو عايز تبص على اسامي المدن من الريجوني وكده يعني تمام عايز اقول ملحوظة على الهمش كده انا بفكر بعد ما خلص ليفلو ا اونو اللي هو يعني بعد انتا سي زي ما قلت اول حاجه على زوم كده نجمع كل مواضع الكونفرساسيون اللي اتذكرت في الست وحدات او اللي هما بقى سبعه عشان الوحده التمهيديه ونعملهم يعني اي اتنين اي ديالوج كده اتنين بيعملوه نجيب اتنين يقروه حاجه زي كده نجيب اتنين يعملوا الكونفرساسيون دي قدامنا فلو حد حابب ان هو يشترك في الموضوع ده يبعت لي يكتب مثلا في كومنت تحت الفيديو او على القناة او على الجروب في اي مكان وان شاء الله نظبطها كده ونعمل حاجة كويسة يعني نختم بيها الايه الليفل طيب تقريبا دي اخر حاجة هناخدها في الفيديو ده وللأسف يعني الفيديو اللي جاي هيكون طويل جدا وتقيل جدا وكله فوكابولاريو انا اصلا شايلة هم ان انا اسجلهم دلوقتي لانه فعلا هيتعبني بس انتوا بقى ايه جهزوا نفسكم ان تكونوا مخلصين جراماتيكا شايفين الفيديو ده مخلصينه وجاهزين بقى للفيديو اللي جاي بان انتوا مصحصحين ورقه وقلم وتكتبوا الكلمات وتستعدوا بقى لماراثون حفظ كده كلمات لطيفه ونفرح يعني كل ما يبقى عندنا معلومات زياده كل ما الليفل بتاعنا هيعلى هنا ان مونتانيا على الجبل تري كوبيه ثلاثه كابلز يعني ست اشخاص passeranno سيقضون la settimana bianca sulle Alpi الاسبوع الابيض على جبال الألب الاسبوع الابيض ده انا كنت عارفه معناها بس انا دلوقتي مش فاكراه ممكن اخمن ان هو جزء كده في السنه بينزل فيه التلج عشان كده سموه سيتيمانا بيانكا لو لقيتها غلط هعمل سيرش واكتب لكم في كومنت تحت الفيديو معناه سولي عالبي على جبال القلب leggete il dialogo però il dialogo quanto partirete per le Alpi امتى هترحلوا الى جبال القلب La mattina del 23 صباح يوم 23 ما تيريزا non lavora quel giorno بس هي تيريزا مش بتشتغل في هذا اليوم أو في ذلك اليوم دي أداة إشارة للبعيد Sì, infatti partirà quando avrà finito il turno بصوا بقى الجملة الجامدة دي أيوة بس في الحقيقة أو في الواقع هي سترحل عندما تنهي تورنو تورنو اللي هو دورها دورها في الشغل يعني partirà futuro semplice avrà finito futuro composto ليه؟ لان هي الاول هتخلص وبعدين هتسافر اللي بيحصل الاول بيكون futuro composto اللي بيحصل بعد كده بيكون futuro semplice David e Chiara invece على العكس بقى partiranno con voi هيروح معاكم no loro verranno dopo che هما هيروحوا ده verbo andare في الفuturo verranno dopo che saranno passati dai genitori di Chiara saranno passati scusi dopo che saranno passati dai بعد ما يعدوا على آباء او والدين Chiara برضو
نخلي بالنا من دوبو كي خليت لي اللي بعدها اقدم من اللي قبلها which means ان ده هيكون فوتورو كومبوستو وده هيكون فوتورو سانفيتشه. على فكره محدش كون جمل لحد دلوقتي خالص على الحاجات دي, فشوفوا الفيديوز وطبقوا طبقوا 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 او كابيتو فهمت e quando tornerete وهترجع امتى io e Matteo ripartiremo. هنا بقى ايه لو شلنا لي هتبقى partiremo اللي هو verb partire, حطينا لي يبقى سنرحل مرة اخرى, لي بتتحط على اي verb وتخليها مرة تانية, يعني الverb ده حصل قبل كده وهنكرره على اي حاجة زي مثلا لي mangiare هاكل تاني, لي lavorare هشتغل مرة اخرى, زي ريتورناري ده مشهور جدا, تورناري يعود, ريتورناري يعود مرة اخرى, يعني هو كان في المكان في المكان ده وبعد كده هيعود له تاني. il due gennaio احنا بقى هنرحل مرة اخرى يوم 2 يناير. che bello, يا له من شيء رائع يعني. quando tornerete voglio sapere tutto è molto curioso, يعني لما ترجعوا عايز اعرف كل حاجة. va bene, اشتر ماشي. ti chiamerò يعني هكلمك. non appena sarò tornata بمجرد ما ارجع. tornata عشان هي نادية. ti chiamerò هم اصلا اتنين بنتين تمام يعني فهمت رأيك كوريوزة ليه. ti chiamerò هكلمك تمام. ti اللي هكلمك حرف الكاف اللي في اخر ضمير المخاطب ده هو ti, دي برونومي كده بتاعت المفعول. ممكن ناخدها قريب بقى طالما هو بدأ يجيبها في الجرجي. خلي بالنا نونا بينا من برضو الكونجونسيوني اللي او الروابط اللي بتخلي لي ايه اللي بعدها اقدم من اللي قبلها, فهما الاول هيرجعوا وبعدين هتتكلم معاها, فالاثنين في السطور بس اللي هيحصل الاول هيكون كومبوستو ولا هيحصل بعدها هيكون سامبليتشه. بالمناسبة الفوتورو كومبوستو ساعات بيتقال عليه فوتورو انتريوري عشان لو شفتوا الكلمة ما تستغربوش. indicate le affermazioni giuste. Nadia e Matteo arrivano dopo Teresa. يعني بصراحة بقى انا محبش اشغل دماغي الحاجات دي, اقرون كده وحددوا على الحاجات الصحيحة اللي ذكرت في الديالوجو ده. هنا بقى هيبدأ يشرح لنا امتى هنستخدم فوتورو كومبوستو واحنا خلاص شرحنا المرة اللي فاتت. السؤال اللي فوق ده انا نسيت اقول لكم تحلوه بس كتبت لكم كومنت, فاللي محلوش يحلو ويحلو اكتبوا في الكومنت. المره اللي جايه ان شاء الله او alla prossima volta هنعمل ايه che tempo farà domani, هنتكلم عن شويه مصطلحات خاصه بالجو رغم ان سمعت اي حاجه جامده جدا والاسئله بتاعتها وتطبيق او براتيك عمليه. بعد كده بقى هنخش في ليفل الوحش اللي هو الفوكابولاري والكلمات ابيليتا القدرات. نبدأ بقى ان احنا نحل كومبرينسيوني قطعة, هنبدأ ان احنا نوصل, هنتكلم الحاجات دي عايزين نعملها على زوم. فتاني ابحث عن المتطوعين اللي عايز يشارك, طبعا هو هيستفيد كتير جدا والفيديوهات هتتسجل وتنسي على يوتيوب ان شاء الله. عندنا سكولتو وعندنا كتابة وبعدين بقى عندنا بتاع 3 صفحات كده زي ما عملنا المرة اللي فاتت مع الكافيه والبار, هما صفحتين بس. فيهم بقى طبعا فوكابلاري كتير جدا, فنجهز ورقه وقلم ولما نخلص الفيديو اللي جاي حلوا الاوتو فاليتاتسيوني وصححوه من اخر الكتاب او انا اصحح لكم زي ما انتوا عايزين. يعني اتاكدوا انتوا بتحلوا الاوتو فاليتاتسيوني بتاع كل اونيتا, هو بيبقى بسيط جدا. اتاكدوا ان انتوا منزلين كوادرنو ديلي زيشيتسي بتاع بروجيتو ايطاليانو اونو اللي احنا شغالين منه ده, نزلوا كراسة التدريب بتاعته وانا نزلت اللينك بتاعها على البيج. وحلوا اول بقى احنا دلوقتي اهو في اونيتا 5, حلوا حاجة الاونيتا 5 وهتلاقوا اخر كل اونيتا كده في تيست فيناله, ده اللي ممكن احله معاكم او احل من حاجات مواقع اونلاين. يعني المهم يا جماعة الجرامات كده بيتذكر بان انتوا تحلوا عليه, ما بيتذكرش بحاجة غير كده. الاسكولتو بيتذكر بان انت تسمع حاجات, الكونفرساسيوني بان انت تعمل كونفرساسيوني. الحاجات دي بديهيات بس انا متاكده ان انتوا ساعه التنفيذ الحاجات دي ما بتكونش بالنسبه لكم بديهيات, يعني انا كنت مكانكم وعارفه. بس كده abbiamo finito e finito abbiamo finito ci vediamo alla prossima volta ciao arrivederci.